شيخ الماجد، اختراعي هو قلم المكفوفين. القلم هو أداة متطورة للمسمار الكتابة اللي يستخدمه المكفوف، اللي يحتاج كافة قوة إيده ليخرم أو يكتب طريقة برايل. هو شكله قلم عادي، يمسك المكفوف ويضغط باللبهام، داخل فيه سبرينجات تقوي قوة الضغط. حصلت على براءة اختراع في 2008، شاركت في إكسبو ميلان 2015، وتم تصنيعه عن طريق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. كن صاحب إرادة، كن مبادر، احرص أن يقال وراء اسمك والنعم.